الفني بنرحب بحضرتك في اخبار اليوم وبنقول لك انت كالمعتاد من ضمن المنضمين لحمل الكم الجميله في افطار رئيسك، وحضرتك تقول لنا ايه الخطط المستقبليه اللي انتم شايفين ان تقنعوا بيها او تقولوا لسياده الفريق السيسي ينزل الانتخابات. هو الاول انا عايز اقول حاجه، في بعض الاعتراضات على حمل كم الجميلك، وبيقول لك دول عايزين يرجعوا العسكر تاني، عايزين يرجعوا الجيش تاني. انا عايز اقول الحاجه، احنا من حقنا نختار الرئيس اللي احنا عايزينه. في حمله لحمدين صباحي بتدعم حمدين صباحي، ما حدش بيلومها. صحيح. في حمله النهارده بتدعم ابو الفتوح، ما حدش بيلومها. بتلومونا ليه؟ اننا بنحب حد وعايزين يبقى رئيس جمهوريه. هم بقى شايفين ما يحضرش عليا، شايف ان العسكريين يجب ان احنا حكومه مدنيه او دوله مدنيه. ازاي احنا شفنا ايه من المدني؟ ما مسك مرسي خرب البلد، المدني مسك حسني مبارك خرب البلد. احنا عجبنا شفنا في العسكريين، اولا اسرائيل اكبر نهضه صناعيه في العالم كله موجوده، وكل اللي بيحكمها عساكر خريج الجيوش. صحيح. رابين رئيس كان وزير دفاع، اهود باراك وزير دفاع، نتنياهو كان في الجيش، شارون شارون، كل الناس ديت معظمها كانت في جيش الدفاع الاسرائيلي. صحيح. وحققت اعظم ثوره. شوف شافيز كان حقق ثوره صناعيه ضخمه في فنزويلا. احمس ما هو اللي عمل مصر، احمس عبد الناصر بقى انشا 1200 مصنع، حقق اعلى معدل تنميه في العالم كله 11.5% سنه 65. صحيح. رئيس وزراء بريطانيا في حينه قال ان مصر تجاوزت الخطوط الحمراء بالتنميه الاقتصاديه اللي فيها. الانتماء والولاء وصلنا اننا كسبنا كوريا الجنوبيه 13-1 في 65. طيب انا كنت طالب في 72-73 في الثانويه العسكريه، كنت بمشي في الشارع خطوه معتاده، خطوه عسكريه، من كتر حب للبلد. كنا طلب، مش انا لوحدي، كان كل الشعب المصري حاسس بالانتماء والولاء. اللي ضيعهم هو حسني مبارك وجماعه الاخوان الغير مسلمين. حضرتك من ايام الاخوان انت طول عمرك منافس شرس ليهم، وهناك بعض الاعتداءات تمت عليك. اليوم بينضم لجماعه الاخوان بعض شباب الالتراس او بعض الحملات اللي هي زي 6 ابريل او بعض الحركات الالتراس. 6 ابريل النهارده، شوفوا لك حاجه، هذه الجماعات 6 ابريل لها جلسه يوم 29 الجاي، كمان 3 ايام لحظر انشطتها وحلها. انا اللي رافعها وان شاء الله ناخد حكم. وكان النهارده عندنا اسقاط الجنسيه عن القرضاوي، يعني كانت النهارده يوسف القرضاوي للاسف هو محلاوي لكنه لا يمت للمحلاويه بصله خالص، يعني مفتي الدم، اسمه مفتي الدم بتاع او مفتي النيتو زي ما بيقولوا، زي هم بيقولوا عليه كتير القطراوي بس القطراوي والله يعني انا بتهيألي دي حاجه كويسه بالنسبه له. لا هو القرضاوي افضل حاجه له يعني. لكن 6 ابريل مموله من جماعه الاخوان، وجماعه الاخوان النهارده لما بتطلع في الشوارع بتبدا بعض اعضائها واقطابها يتقبض عليهم، فقالوا نعمل ايه؟ لا ندخل التراس ثوراجي، ندخل 6 ابريل، ندخل التراس اهلاوي، بعض الناس اللي ممكن شراء زمامهم اللي بينضموا لهم. لكن احنا مش هنسكت. 6 ابريل ان شاء الله خلاص هي ما قالها الى الحظر، لكن هناك وانتهينا. كل يوم كل يوم كل يوم في جامعه الازهر هناك مظاهرات، في جامعه القاهره هناك مظاهرات، في جامعه عين شمس هناك مظاهرات، في جامعه المنصوره. طب هتكتب ديت ولا مش تكتبها؟ على الدكتور حسام عيسى ان يستقيل. حسام عيسى وانا كنت بحبه وبقدره جدا وكان صاحبي جدا في دار التحرير، لكن عليه ان يستقيل. لماذا؟ قال هذا الضعف، هذا الضعف والأيدي المرتعشة في الجامعات المصرية هتوصلنا لنفس موضوع ربعة. ربعة قعدوا خايفين يفضوا، خايفين يفضوا، لما الموضوع كبر قوي والتكلفة علت. هيعمل ايه؟ يقدر بمنتهى لا يقدر. في عندنا حلين، واحد ان انا افصل 100 على الاقل 100 من بتوع جماعة الاخوان المسلمين الذين يتم تصويرهم بالكاميرات اللي هم بيعطلوا العملية التعليمية، افصله النهارده في كل كليه 100 واحد، على ما يرجع هيقعد سنه مش هيخش الجامعه، على ما يرجع يا في المحكمه يرجع بحكم قضائي يرجع، واعتقد انه ممكن ما يرجعش لان الجامعه دي للتعليم، مش رايح يكسر ورايح يوقف العمليه التعليميه ويهبد ويهلل. ايه الضعف ده؟
ايه التراخي ده، ايه عايز يخلي التكلفه تزيد علينا. كل يوم النهارده هيبداوا يموتوا في بعض، الطلبه هتدبح في بعض، عايز يوصل لايه؟ لو كنا فضينا رابعه بمجرد الاعتصام يوم ما خد التفويض الفني السيسي كنا خلصنا، وما كانش هذه التكلفه العاليه في فض رابعه والنهضه. لكن لو عملنا الكلام ده النهارده وما اعرفش، عايز في الحاجه الثانيه ان انا ارجع لحرس الجامعه بمرسوم بقانون، انا اللي على فكره واخد حكم منع حرس الجامعه مع الدكتور مصطفى عبد الجليل مصطفى مع الدكتور عبد الجليل مصطفى، حرس الجامعه انا رجعه بمرسوم بقانون، هو ما ينفعش يرجع بقرار جمهوري، مرسوم بقانون لمده 6 أشهر محدد المده على ما البلد تهدى، على ما الناس تنتهي. ارجع الحرس الجميع، ادخل الجيش جوه، الجيش بيتمتع بمصداقيه، ادخل دبابتين جوه في كل كليه او دبابه او مدرعه، الامور هتنتهي. لكن مفيش اراده سياسيه او في ايد مرتعشه مش عايزه تفض اللي احنا فيه ده، مش عايزه مستنيه لما حد، هم عايزين كام واحد يا دكتور احسام، عايز كام واحد شاب طالب يقتل ويموت علشان تتحرك؟ يقول لنا هو هيتحرك بعد كام واحد يموت، وهنقول للناس يا جماعه لما يموت 100 منكم هيتحرك حسام عيسى او هيتحرك البلاوي. طب حضرتك ليه او بعض السياسيين اللي هم يعني ليهم علاقات بالدكتور حسام عندما كنتم في ميدان التحرير، ليه ما حدش كلمه وقال له انه يجب عليك انك ترجع الحرس او تعمل حاجه لهدوء الاحوال؟ هتصدقني طلبته 10 مرات ما ردش عليا، وفي المساعد بتاعه اللي رد عليا، ورحت له المكتب مرتين وسبت له خبر وما قابلنيش، كان مش موجود. قلت لهم طب خليه يطلبني لو عايزني، ما طلبنيش. وانا صريح ومش هقول ان انا، وبأزعم ان انا كنت صاحبه، ما كانش ولا مره ما بيردش عليا، وعارف تليفوناتي كويس. هل الانسان كراسي يمكن بتغير منصبا وزاريا او رئيسا للحكومه؟ هو الدكتور حازم البلاوي متسليه بعض الصور وهو في ميدان التحرير، ومعه الدكتور حسام عيسى وبعض الشخصيات اللي تولت الوزاره. هل حضرتك تحدثت مع طاهر ابو زيد ولم يرد عليك؟ لا، ما كلمتش طاهر ابو زيد، ما فيش علاقات اصلا معاه، بس وما طلبتوش في حاجه. لكن انا رحت فعلا لحسام عيسى علشان الناس الطلبه اللي البنت اللي هي مثلا الاقيها من المنصوره وراحت الوادي الجديد وعندها سكر وعندها بتاخد انسولين وهتعيش لوحدها صيدلة، ما هتطلع في النهايه ده طبيبه صيدليه، ما توديها في المنصوره جنب بلدها، ووفر السكن ووفر المواصلات ووفر الامن، ما فيش امن، واعمل مرحله استثنائيه، انا في فتره استثنائيه النهارده، رجع الناس، اعمل توطين، ده كان مشروع قانون ليا في مجلس الشعب، توطين الموظفين بنسبة 90% في محافظاتهم. أنا النهاردة من المحلة لما أجي أشتغل في القاهرة، ما أنا حاجز شقة في القاهرة وحاجز مواصلات في القاهرة، ليه العذاب ده؟ لماذا ليه بنعذب الناس؟ أما ألاقي أمين شرطة من في دمياط وهو من طنطا، طب ويسافر ليه ويحجز شقة ليه؟ الطالب النهاردة اللي هو من المحلة ويروح مجازا القاهرة، ما هو خد مدينة سكن في مدينة الطلبة، خد مكان واحد غيره، طب ما تقعده وسط اهله. لماذا العقل ده رايح فين؟ رحت له علشان هذه المسألة. ردك المأساة. ايه على الحلقه اللي الناس كلها بتتكلم عليها؟ الكلمه اللي قالها ان هو مصر بتغتصب بقى 60 سنه، لا ده كلام احنا غير مقبول اطلاقا، هي اعتقد انها زلت لسان منه وهم قفلوها، يعني هي لم تعلن، بس ومن الفهم العام او من السياق. لكن اعتقد ان فتره عبد الناصر كانت فتره رائعه جدا، فتره السادات كانت معقوله، الفتره السيئه كانت هي فتره حسني مبارك.